بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة، الجزء السادس، الباب السادس، سينيالي إنديكاسيوني، الإشارات الإرشادية. النهاردة هنتكلم عن الجزئية رقم 14، بياتسولا دي سوستا، مكان أو ساحة للتوقف. بياتسولا دي سوستا، وطالما هنتكلم عن بياتسولا دي سوستا هنتكلم أيضا عن سوس اللي هي الإسعافات الطرقية أو شرطة النجدة. طبعا هنا الإشارتين الاتنين بياتسولا دي سوستا علامتين اتنين زي بعضهم بالظبط، الفرق بينهم الخلفية فقط، الخلفية الزرقاء والخلفية الخضراء. نشوف مع بعضنا كده إشارة إشارة وبتقول لي أدي بياتسولا دي سوستا إنديكا أونا بياتسولا ديلاتو ديلا كارتشاتا أديسترا. دايما بياتسولا دي سوستا تبقى موجودة على الجانب الأيمن من المسار من الاتجاه بتاعك، يبقى هنا على دايما على إيدك اليمين موجود مكان للفرماطة والسوستا، يبقى بياتسولا دي سوستا أديسترا بير إفتواري لا فرماطة أو سوستا. يبقى ممكن تعمل فرماطة وممكن نعمل سوستا، سواء كان توقف مؤقت أو حتى توقف طويل. وطبعا هنا الوقوف هنا غير محدد بوقت، يعني ما نقدرش نقول ساعة أو اتنين أو تلاتة، الوقوف غير معلوم غير محدد. يبقى هنا الإشارة سيلفوندو فيردا لما تكون الخلفية باللون الأخضر ده معناتها على طول إنديكا الأوتوسترادا، إنديكا استرادا اللي هي الطرق السريعة. يبقى لما تكون الخلفية باللون الأخضر يبقى البياتسولا دي سوستا ديت موجودة على الطريق السريع. وطبعا هنا سيلفوندو فيردا كون لا سكريتا دايما بيبقى معاه كلمة سوس، يبقى الخلفية الخضراء اللي هي كورسية دي المرجنسا أو بياتسولا دي سوستا على الأوتوسترادا دايما هنلتقى عندها الإشارة اللي هي سوس، المربع الأحمر اللي هو تليفون للطوارئ أو للنجدة. أهي سوس دايما بتبقى متواجده على الطرق السريعه. الطرق الرئيسيه اللي استرادكس توربانا برينشبالي في الغالب ما بيبقاش موجود عليها علامه سوس، سوس دي بتبقى دايما موجوده على الطريق السريع. يبقى هنا في تليفون عمومي لطلب الاسعافات الطرقيه، يبقى تشيت تليفونينا بركدري سكورسو، ديت موجوده فين؟ على الطريق السريع. ايضا بوئسري ابيناتو وامبانيلو، يبقى ممكن البياتسولا دو سوستا بيجي معاها لوحه او علامه اضافيه، اهي بيعرفك المسافه، المسافه بين الاشاره وبين المكان اللي انت هتتوقف عليه. يمكن يكون البانيل اللي هي 320 متر، هتشوف او هتتواجد بعد 320 متر بياتسولا دي سوستا، او 3.8 كيلومتر بعد 3 كيلو 8 من 10 هنشوف، او هتلتقى مكان تقدر تعمل فيه سوستا او فرماطه. يبقى بو اسري ابناتو كون بانيلي كي انديكا الدستانسا كي تشي ترا السينيالي الى بياتسولا، يبقى مسافه بين الاشاره وبين مكان التوقف. طبعا هنا نوني فيرو كي انديكا لا سوستا كونسنتيتا سولو بيرتيرو اورا، الوقت هنا يا جماعه غير محدد، يعني ما نقدرش نقول ساعه او ثلاثه، الوقت غير محدد والنقطه ديت مهمه جدا. ندخل بقى ونشوف، طبعا هنا بيرتيرو دي سوستا اهيت على الطرق الرئيسيه استرادا اكستورباني برينشبالي، وديت موجوده على الاوتوسترادا. نشوف بقى بعد كده سوس اللي هي النجده الطرقيه، المربع الاحمر دوت اللي فيه كلمه صوص باللون الابيض، صوص انديكا لا بريزنسا دي اونا ديسبوزاتيفو كي كاماري او كاماتا اوتريزاتا انكازا دي ريكيستا دي سكورسو استرادالي اسيستنسا استرادالي. يبقى هنا المكان دوت او الاشاره دهيت بتقول ان فيه تليفون، دايما هيت الاشاره دهيت بتقول ان فيه تليفون عمومي علشان حضرتك تطلب الإسعاف الطرقي. طبعا هنا تتواجد على الطرق السريعة ودايما بيبقى اللون بتاعها أحمر ومكتوب عليها كلمة سوس، يبقى الإشارة دهيت أو التليفون دهوت فينسيونا 24 أورا سور 24 أورا، الإشارة دهيت أو التليفون شغال طوال ال 24 ساعة اللي هي من أجل طلب سكورس استرادالي أو أسيستنس استرادالي الإسعافات الطرقية. ندخل بقى ونشوف مع بعضنا أسئلتنا النهاردة وإزاي هطبق الكلام ده بصيغة عملية زي كل مرة. أول سؤال معايا بيقول السينيالي رفجراتو إنديكا أونا بياتسولا اللاتو دي كاراجاتا بير إفتواري لفرماطة. هنا بيقول إن الإشارة الممثلة بتعلم عن مكان أو ساحة للتوقف على جانب المسار، طبعا هقول له فيرو.
السينيال رفيجاراتو إيبوستو إن فيتشينانسا دو أون بيتسولا بر إفتواري أون فيرماتا. تتواجد الإشارة الممثلة قرب ساحة للتوقف، بقول له برضو فيرو. السينيال رفيجاراتو سيتروفا سول سترادا إكستوربانا، يبقى هنا الخلفية زرقاء، أقول له فيرو الطرق الرئيسية خارج المدن. السينيال رفيجاراتو بو إسري أبيناتو دو أون بانيلو كي إنديكا لا ديستانسا كي تشترا السينيالي إلا بيتسولا. هنا تعلم الإشارة إن هو من الممكن أن تضاف إليها لافتة بتحدد المسافة بين الإشارة وبين ساحة التوقف فيرو برضو. السينيال فيجاراتو إنديكا أون أريا دي كامباجي، تعلم الإشارة الممثلة عن منطقة للتخييم، طبعا هنقول له فالسو لأن هنا أريا كامباجي اللي هي خاصة بالكارافان أو الأوتو كارافان، يبقى فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا كي لا سوستا كونسنتيتا سولو بير 3 اورا، طبعا هنا احنا قلنا الوقوف او الفرماتا او السوستا غير محدده بوقت، يبقى هنقول له فالسو، ما نقدرش نقول 3 او 4، فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا اون اريا دي باركيجو بير كارافان، الاشاره الممثله بتعلم عن مكان توقف لعربات السكن، طبعا هنا نقول له فالسو، مكان مخصص لكل العربات. السينيال فيجاراتو اي بوست سولو سول اوتوسترادا، الاشاره دي بتتواجد فقط على الطريق السريع، هنقول له فالسو، بتتواجد على الطريق السريع وكمان على الطرق الرئيسيه خارج المدينه، يبقى فالسو. السينيال فيجاراتو برافيزو اونا الريجامنتي ديلا كاريجاتا، تعلم الاشاره الممثله عن توسع او توسيع في المسار، طبعا هنقول له فالسو. سينيال فيجاراتو انديكا لا فيرماتا دون اوتوبوس، تعلم الاشاره الممثله عن موقف للحافلات، فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا لا بريزنسا دي اون ديسبوزاتيفو دي اوتوريزاري ان كازا دي ريكيستا دي سوكورسو سترادالي، هنا بيقول تعلم الاشاره الممثله عن تواجد جهاز او اجهزه تستخدم لطلب الاسعاف الطرقي، طبعا هنقول له فيرو سوس. السينيال فيجاراتو اي بوست دي اون ديسبوزاتيفو دي كاماتا بير اسيستنسا سترادالي، تعلم الاشاره الممثله عن جهاز لطلب المساعده الطرقيه، برضه نقول له فيرو. السينيال فيجاراتو انديكا لا بريزنسا دي اون باركيجو بيركاماري لاسكورسو استرادالي، تعلم الاشاره الممثله عن تواجد جهاز لطلب ايضا الاسعافات الطرقيه، طبعا احنا قلنا السوس دهيا تبقى دايما موجوده مع البياتسولا دو سوستا، مكان للتوقف او للسوستا، بنقول له برضه فيرو. السينيال فيجاراتو برافيزو اون سكولا سكونداريا استاتالي، طبعا هنا اقول له فالسو، تعلم الاشاره الممثله عن مدرسه ثانويه، فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا اون زونا اسبيتالاري، هنا تعلم الاشاره الممثله عن منطقه او مشفى، طبعا هنقول له فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا لا بريزنسا دي اون تليفونا بوبليكو، تعلم الاشاره الممثله عن تواجد هاتف عمومي، نقدر برضه نقول له فالسو، ده هاتف عمومي، ده هاتف للاسعافات الطرقيه اللي هو اسيستنسا سترادار او سكورسو سترادار، مش تليفون عمومي عادي نقدر نتصل بيه على اي ارقام احنا عايزينها، فقط ارقام الطوارئ، يبقى فالسو. السينيال فيجاراتو انديكا اون اريا دو سوستا بير لومبرانسا، تعلم الاشاره الممثله عن توقف لسيارات الاسعاف، نقول له فالسو. ده كان اخر سؤال معانا النهارده في الاشارتين اللي معانا بيتسولا دو سوستا، سواء كان على استرادا اكستوربانا برينشيبالي او سواء كانت على الطرق السريعه الاوتوسترادا، وكمان سوس اللي هي السكورس استرادالي او اسيستنسا استرادالي، الاسعافات الطرقيه. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعه، حتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمه الله.